الدرس الرابع، طرح عددين مع الاستلاف ضمن العدد 999. والآن عزيزي الطالب، دعنا نشاهد ونستمع إلى هذا الفيديو. مجاهد صياد نشيط يعيش في مدينة غزة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفي كل صباح يذهب للبحر ليصطاد السمك. وفي أحد الأيام اصطاد 32 سمكة. عاد مجاهد ومعه السمك إلى البيت، ثم أخذ 14 سمكة ليبيعها في السوق، وأعطى الباقي للمحتاجين من جيرانه. هيا نستخدم عملية الطرح لنعرف كم سمكة أعطى مجاهد جيرانه المحتاجين. طريقة الطرح: نطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات، لكننا لا نستطيع أن نطرح العدد 4 من العدد 2، لأن 2 أصغر من 4. لذلك تذهب الآحاد إلى جارتها العشرات فتستلف منها عشرة واحدة، فيصبح لديها 12. وتنقص منزلة العشرات عشرة واحدة. نطرح 4 من 12، الناتج نطرح 1 من 2، أي 10 واحدة من 10. نسمي هذا النوع من الطرح الطرح مع الاستلاف. السؤال الأول، اقرأ وأكمل الفراغ بما هو مناسب. فجر طالب في الصف الثاني الأساسي أعطاه والده عددا من الدنانير، وطلب منه إعطاء أخته أمل 28 دينارا منها. وضع فجر المبلغ أمامه على الطاولة، فوجد 4 أوراق نقدية من فئة الدينار، و6 أوراق نقدية من فئة 10 دنانير. والآن فكر معي جيدا عزيزي الطالب، كم دينارا أعطى والد فجر لفجر؟ لقد أعطاه 4 أوراق من فئة الدينار، إذن لدينا 4 و6 أوراق نقدية من فئة 10 دنانير، أي 6 عشرات. إذن 4 ترمز إلى منزلة الآحاد، و6 ترمز إلى منزلة العشرات، أي أن أباه قد أعطاه، أحسنتم، 64 دينارا. يمكن تمثيل المبلغ الذي بقي مع فجر بالأجسام الحسابية. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصورة، لقد أعطى والد فجر لفجر 64 دينارا، وطلب منه أن يقوم بإعطاء أخته أمل 28 دينارا، أي 64 ناقص 28. الآن نقوم أولا بطرح منزلة الآحاد، 4 ناقص 8. نلاحظ بأننا لا نستطيع أن نقوم نجري بعمليات الطرح هنا، لأن العدد 4 أصغر من العدد 8. إذن سوف نلجأ إلى عملية الاستلاف من منزلة العشرات، بحيث يتم أخذ 10 واحدة من منزلة العشرات. يوجد لدينا 6 عشرات، نقوم بأخذ 1 عشرة ونضعه بجانب 4 آحاد، فيصبح الناتج 14، بينما يصبح الناتج في منزلة العشرات 5. ثم نقوم الآن بإجراء عملية الطرح. نطرح الآحاد من الآحاد، 14 ناقص 8 ويساوي، أحسنتم، يساوي 6. ثم نقوم بطرح منزلة العشرات، 5 ناقص 2، أحسنتم، يساوي 3.
إذن ناتج الطرح هو 36، إذن المبلغ المتبقي مع فجر هو 36 دينارا. السؤال الثاني، أجري عمليتي الطرح فيما يلي باستخدام أولا العيدان وثانيا لوحة المنازل. الآن سوف نقوم بحل الفرع الأول، 54 ناقص 37. كما قلنا سابقا، عند إجراء عملية الطرح نطرح أولا منزلة الآحاد من المنزلة الآحاد، 4 ناقص 7. نلاحظ بأننا لا نستطيع أن نقوم بطرح العدد 7 من العدد 4، لأن العدد 4 هو أصغر من العدد 7، لذلك سوف نلجأ إلى عملية الاستيلاف من منزلة العشرات، بحيث تصبح 5 4، والأربعة تصبح 14. 14 ناقص 7، كم الناتج؟ أحسنتم، الناتج هو 7. الآن نطرح منزلة العشرات، 4 ناقص 3، كم الناتج؟ أحسنتم، 1. إذن باقي عملية هذه الطرح هو العدد 17. ننتقل الآن إلى الفرع الثاني، 96 ناقص 48. نطرح منزلة الآحاد من منزلة الآحاد، 6 ناقص 8. نلاحظ أيضا بأننا لا نستطيع أن نقوم بإجراء عملية الطرح، لذلك نلجأ إلى عملية الاستلاف من منزلة العشرات، بحيث تصبح 9 8، وتصبح 6 16. 16 ناقص 8 يساوي، أحسنتم، 8. الآن نطرح منزلة العشرات، 8 ناقص 4 يساوي، أحسنتم، 4. إذن باقي طرح هذه العملية 48. الآن سوف نقوم بتمثيل هذه العملية على لوحة المنازل، بحيث نقوم بكتابة العدد الأول 96، بحيث نكتب العدد 6 في منزلة الآحاد والعدد 9 في منزلة العشرات، ناقص العدد 48، نضع في منزلة الآحاد 8 وفي منزلة العشرات 4، ثم نقوم بإجراء عمليات الطرح، 6 ناقص 8، كما قلنا سابقا بأنه لا نستطيع، إذن نلجأ إلى الاستيلاف من منزلة العشرات، بحيث تصبح 9 8 و6 16. 16 ناقص 8، الناتج هو 8، أحسنتم. الآن نطرح العشرات، 8 ناقص 4 يساوي 4، إذن ناتج الطرح هو 48. السؤال الثالث، أجد ناتج الطرح فيما يلي. لدينا الآن السؤال 45 ناقص 39. كما قلنا سابقا، نطرح أولا منزلة الآحاد من منزلة الآحاد، 5 ناقص 9. نلاحظ بأننا لا نستطيع أن نقوم بإجراء عملية الطرح، لذلك نلجأ إلى عملية الاستلاف من منزلة العشرات، بحيث تصبح 4 3، وتصبح 5 15. 15 ناقص 9 يساوي، أحسنتم، 6. الآن نطرح منزلة العشرات، 3 ناقص 3 يساوي 0، أحسنتم. إذن باقي الطرح هنا 6. ننتقل إلى السؤال التالي، 81 ناقص 27. أيضا نطرح منزلة الآحاد من منزلة الآحاد، 1 ناقص 7. نلاحظ بأننا لا نستطيع، لأن العدد 1 أصغر من العدد 7، لذلك نلجأ إلى عملية الاستلاف من منزلة العشرات، بحيث تصبح 8 7 والواحد 11. 11 ناقص 7 يساوي، أحسنتم، 4. الآن نطرح العشرات، 7 ناقص 2 يساوي، أحسنتم، 5. إذن باقي الطرح هو 54. السؤال الرابع، في يوم الاستقلال وزع مدير المدرسة
93 كوفية، أعطى منها 68 كوفية لطلبة الصف الثاني، وأعطى الباقي لجميع طلبة الصف الثالث، ما عدد جميع طلبة الصف الثالث. قدر عزيز الطالب، نلاحظ بأن عدد طلبة الصف الثالث غير معروف، لذلك يجب علينا أن نقوم بإيجاده. كيف نقوم بإيجاد عدد طلاب الصف الثالث؟ لدينا 93 كوفية، إذن نقول 93، قام المدير بإعطاء منها 68 كوفية لطلبة الصف الثاني، أي أن عدد الكوفيات قد قل، إذن الإشارة هي ناقص 68 يساوي. الآن نطرح أولا منزلة الآحاد من منزلة الآحاد، 3 ناقص 8، نلاحظ بأننا لا نستطيع لأن العدد 3 أصغر من عدد 8، نلجأ إلى عملية الاستلاف من منزلة العشرات، بحيث تصبح 9 8 و3 13، 13 ناقص 8 كم الناتج؟ أحسنتم، الناتج هو 5. الآن نطرح منزلة العشرات، 8 ناقص 6 كم الناتج؟ أحسنتم، 2. إذن عدد طلاب الصف الثالث 25 طالبا، أحسنتم. ننتقل الآن إلى السؤال الخامس، اكتشف الخطأ، أيهما حله هو الصحيح ولماذا؟ لدينا السؤال التالي، 70 ناقص 38، لقد قام كل من يزن وزينة بحل هذا السؤال، لكن أحدهما قام بالحل الصحيح، فكر عزيز الطالب جيدا، من قام بالحل الصحيح ومن أخطأ؟ أحسنتم، إنها زينة، زينة هي من قامت بحل السؤال بشكل صحيح، لأن يزن قام بطرح 0 ناقص 8 وكان الجواب لديه 8، وهذا خطأ، لا نستطيع أن نقوم بطرح العدد 8 من 0، لذلك يجب علينا أن نلجأ إلى الاستيلاف، زينة قامت بعملية الاستيلاف من العدد 7، فأصبح العدد 0 10، 10 ناقص 8 يساوي 2، و6 ناقص 3 يساوي 3، إذن زينة هي من قامت بالحل الصحيح لأنها استخدمت الطرح مع الاستيلاف. الآن سوف نتعلم طريقة طرح عددين مع الاستيلاف ضمن العدد 999. لدينا النشاط التالي، يجمع فريق أصدقاء البيئة في المدرسة عيدان البوضة، جمع الفريق 475 عودًا، استخدموا منها 158 عودًا لتشكيل مناظر جميلة. سألت المعلمة أعضاء الفريق، كم عودًا بقي لدى الفريق؟ أجابت عبير، أمثل الحل بالأجسام الحسابية. انظر عزيز الطالب، لقد قمنا بتشكيل 475 عودًا بالأجسام الحسابية، بحيث يوجد 5 في منزلة الآحاد، و7 عشرات، و4 مئات. الآن سوف نقوم بإجراء عملية الطرح باستخدام الأجسام الحسابية. الآن 475 ناقص 158، انظر عزيز الطالب ماذا حدث؟ نلاحظ بأننا لا نستطيع أن نطرح العدد 8 من العدد 5، لذلك نلجأ إلى الاستيلاف من منزلة العشرات، فيصبح العدد 5 15، ويصبح عدد العشرات 6. الآن 15 ناقص 8 يصبح لدينا الناتج 7، والآن 6 ناقص 5 يصبح لدينا 10 واحدة. ننتقل إلى منزلة المئات، لدينا 4 مئات، نقوم بطرح منها 100 واحدة، فيصبح لدينا 300. إذن ناتج الطرح بالأجسام الحسابية 317.
لكن أفادي أجاب بطريقة أخرى وقال: يمكن تمثيل الحل على لوحة المنازل بحيث يتم تمثيل العدد 475 على لوحة المنازل ناقص العدد 158، ثم نقوم بإجراء عملية الطرح. نطرح الآحاد من الآحاد 5 ناقص 8، نلاحظ بأننا لا نستطيع، لذلك نلجأ إلى منزلة العشرات للاستلاف منها، فتصبح 7 6 والـ5 15. 15 ناقص 8 يكون الناتج، أحسنتم، 7. والآن نطرح العشرات، 6 ناقص 5 كم الناتج؟ أحسنتم، 1. ثم ننتقل إلى منزلة المئات، 4 ناقص 1 كم الناتج؟ أحسنتم، 3. إذا ناتج الطرح هنا 317. أجابت ليلى: يمكن الحل باختصار كما يلي، وذلك باستخدام الطرح العمودي. أيضا نقوم بكتابة العدد 475 ناقص 158. نطرح أولا منزلة الآحاد، ثم العشرات، ثم المئات. 5 ناقص 8 لا نستطيع، نلجأ إلى منزلة العشرات للاستلاف منها، فتصبح 7 6 والـ5 15. 15 ناقص 8 يساوي 7. ثم ننتقل إلى العشرات، 6 ناقص 5 يساوي، أحسنتم، 1. ثم إلى منزلة المئات، 4 ناقص 1 يساوي 3. ممتاز، إذا ناتج الطرح أيضا 317. نلاحظ بأنه تعددت الطرق لكن الجواب هو نفس الناتج وهو 317. الآن كيف نجد ناتج طرح عددين ضمن العدد 999 مع الاستلاف؟ كما قلنا سابقا، كيف نجد ناتج الطرح؟ أحسنتم، أولا نطرح منزلة الآحاد من منزلة الآحاد، ثانيا نطرح منزلة العشرات من منزلة العشرات، وثالثا نطرح منزلة المئات من منزلة المئات. السؤال الثاني: أجد ناتج الطرح فيما يلي. عزيزي الطالب، هذا واجب منزلي، أتمنى بأن تقوم بحله على كتابك، وتذكر جيدا أنه أولا نطرح الآحاد من الآحاد، ثم العشرات من العشرات، ثم المئات من المئات. السؤال الثالث: كانت قراءة عداد الكهرباء خلال 3 أشهر كما يلي: شهر نيسان 360، أما شهر أيار 654، وشهر حزيران 980. الآن لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: قراءة العداد خلال شهر أيار كم كانت؟ أحسنتم، 654. الفرق الثاني: كم تزيد قراءة العداد خلال شهر حزيران عن قراءة العداد في شهر أيار؟ نلاحظ عزيز الطالب، لدينا هنا كلمة واحدة تقوم من خلالها بإجراء العملية المناسبة، وما هذه الكلمة؟ أحسنتم، كلمة كم تزيد، وتعني لنا كم تزيد بأن هذه العملية هي عملية طرح، أحسنتم. الآن نلاحظ بأن شهر حزيران كانت قراءة العداد 980، كلمة كم تزيد تعني لنا ناقص خلال شهر حزيران كانت 980، أما خلال شهر أيار كانت 654. الآن نجري عملية الطرح، نطرح الآحاد من الآحاد، 0 ناقص 4، نلاحظ بأننا لا نستطيع، ثم نقوم بإجراء عملية الاستلاف من منزلة العشرات بحيث تصبح 8 7، والصفر يصبح 10. 10 ناقص 4 يساوي، أحسنتم، 6. ننتقل إلى العشرات، 7 ناقص 5، أحسنتم، 2. ثم ننتقل إلى منزلة المئات،
تسعة ناقص ستة. أحسنتم، ثلاثة. إذن الناتج هو 326. السؤال الرابع، يوجد في متحف التراث الفلسطيني في القدس 325 قطعة فخارية و130 قطعة معدنية إضافة لقطع تراثية أخرى. الآن السؤال الأول، ما الفرق بين عدد القطع الأثرية الفخارية وعدد القطع المعدنية؟ وقد قلنا سابقا كلمة ما الفرق تعني لنا بأنه يجب علينا أن نستخدم عمليات. أحسنتم، الطرح. وقد تعلمنا سابقا أنه عندما نقوم بإجراء عملية الطرح يجب علينا أن نكتب أولا العدد الأكبر، والعدد الأكبر هو 325. أحسنتم، ناقص العدد الأصغر وهو 130. الآن سوف نقوم بإجراء عملية الطرح. نطرح أولا منزلة الآحاد من منزلة الآحاد، 5 ناقص 0 يساوي، أحسنتم، 5. الآن ننتقل إلى منزلة العشرات، 2 ناقص 3. نلاحظ بأننا لا نستطيع، لذلك سوف نلجأ إلى عملية الاستلاف من منزلة المئات، بحيث تصبح الثلاثة 2 والاثنان 12. الآن 12 ناقص 3 كم الناتج؟ أحسنتم، 9. الآن سوف نقوم بإجراء عملية الطرح من منزلة المئات، 2 ناقص 1 كم الناتج؟ أحسنتم، 1. إذن الفرق بين عدد القطع الأثرية الفخارية والمعدنية هو 150 قطعة. الآن ننتقل إلى الفرع الثاني، ما عدد القطع الأثرية الفخارية والمعدنية معا؟ نلاحظ بأنه يريد جميع عدد القطع الأثرية سواء كانت فخارية ومعدنية. كلمة معا تعني لنا بأنه يجب علينا أن نقوم باستخدام عملية، أحسنتم، عملية الجمع. إذن 325 زائد 130 يساوي. الآن نجمع منزلة الآحاد مع منزلة الآحاد، 5 زائد 0 يساوي، أحسنتم، 5. ثم ننتقل إلى منزلة العشرات، 2 زائد 3 يساوي، أحسنتم، 5. ثم ننتقل إلى منزلة المئات، 3 زائد 1 يساوي، أحسنتم، 4. إذن مجموع عدد القطع الأثرية والفخارية هو 455 قطعة. السؤال الخامس، أكمل الجدول. لدينا مجموعة من جمل الطرح، ثم سوف نقوم بالتحقق منها بالجمع. السؤال الأول، 849 ناقص 467. كما قلنا سابقا، أولا نطرح الآحاد من الآحاد، 9 ناقص 7 يساوي 2، ممتاز. ثم ننتقل إلى العشرات، 4 ناقص 6. نلاحظ بأننا لا نستطيع، لذلك سوف نستخدم عملية الاستلاف وسوف نستلف من منزلة المئات، بحيث تصبح الثمانية 7 والأربعة 14. 14 ناقص 6 يساوي، ممتاز، يساوي 8. الآن ننتقل إلى منزلة المئات، 7 ناقص 4 كم الناتج؟ أحسنتم، الناتج هو 3. الآن سوف نقوم بعملية التحقق، بحيث سوف يكون الناتج الطرحي هو في العدد الأول. إذن 382 زائد المطروح وهو 467 يساوي المطروح منه وهو 849. ننتقل إلى السؤال الثاني، 220 ناقص 50. 0 ناقص 0 يساوي، أحسنتم، 0. ننتقل إلى العشرات، 2 ناقص 5. نلاحظ بأننا لا نستطيع، لذلك سوف نستلف من منزلة المئات،
بحيث تصبح الاثنان واحد، والاثنان اثنا عشر. اثنا عشر ناقص خمسة كم الناتج؟ أحسنتم، الناتج هو سبعة. الآن ننتقل إلى منزلة المئة، نلاحظ بأنه لا يوجد إلا مئة واحدة، إذا مئة ناقص صفر يساوي مئة، وناتج الطرح هو مئة وسبعون. سوف نتحقق منها بالجمع. أولا نقوم بكتابة ناتج الطرح وهو مئة وسبعون زائد المطروح وهو خمسون يساوي المطروح منه وهو مئتان وعشرون. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجدداً.